مشاهدينا ولمتابعة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح لطفي. مرحبا بكم معنا. حياكم الله. وعبر سكايب أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مساء الخير دكتور. سهل جزيل. حياكم الله. نبدأ مع الأستاذ صالح. تضارب الأنباء حول فتح معبر رفح، مسؤولون مصريون يؤكدون فتح هذا المعبر ومن الممكن إدخال المساعدات، ولكن مكتب نتنياهو ينفي. ما سبب هذا التضارب وهل هناك تنسيق أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، ما يتم التصريح به شيء وما يتم العمل السياسي به في الغرف المغلقة شيء آخر. إسرائيل بالنسبة لها ما حدث في غزة رغم أنه كان خسارة فادحة وهزيمة نكراء لجيشها ولجهاز أمنها، إلا أنها في هذه اللحظات تستثمره سياسيا على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، وبالتالي هي لا تريد أن تفتح معبر رفح باتجاه خروج حاملي مزدوجي الجنسية أو الأجانب مجانا. في المقابل مصر كذلك الأمر لا تريد أن يكون هذا الأمر بالمجان، وبالتالي نحن أمام صدام في المواقف في الكسب السياسي الذي يؤثر ويعتبر منجز سياسي لصالح السياسيين سواء في مصر أو في إسرائيل. وبالتالي بلينكين اليوم في زيارته لإسرائيل وجلوسه مع مكتب رئيس الوزراء نتنياهو والمجلس الأمني المصغر طرح هذا الموضوع باعتبار أنه استشعر أن العالم العربي، قيادات العالم العربي كلها تطالب بفتح معابر آمنة وطرق آمنة لإرسال المعونات وبالذات المعونات الصحية والغذائية للمشردين والذين يعيشون في العراء في قطاع غزة. وبالتالي هذا التناقض الظاهر هو في حقيقته خاضع للابتزاز السياسي الذي يعتبر منجزا سياسيا بالذات بالنسبة لنتنياهو الذي عاش أزمة سياسية خانقة إلى ما قبل 7 أكتوبر الجاري. وبالتالي نحن أمام واقعين، الواقع الأول الابتزاز السياسي الذي أشرت إليه، والواقع الثاني أن نتنياهو يريد أن يظهر أمام شعبه ومجتمعه وأيضا حكومته والعالم الغربي أنه زعيم وقائد ويستطيع أن يقرر ما يشاء بالذات في هذا الملف، على الرغم من أنه ارتكز بالمطلق على الولايات المتحدة الأمريكية. فبالمقابل مصر في ظل أزمتها المالية الخانقة وأزمتها المجتمعية القاهرة، الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عليها لتحقيق بعض المكاسب السياسية التي تصب في صالح إسرائيل ككيان وكدولة وليس كزعماء سياسيين، وخاصة إخراج الناس بالذات المليون مواطن من غزة باتجاه شمال غزة منطقة العريش لتوطينهم وفق ما رشح من أنباء في اليومين الأخيرين. طيب دكتور حامد، يعني اليوم في حال سيناريو الاجتياح البري إلى قطاع غزة، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يخشون تكرار سيناريو معارك الفلوجة في حال وقعت، يخشون تكرار هذا السيناريو في قطاع غزة. هل هي رهبة ما بعد اجتياح غزة فيما لو استطاع الاحتلال أن ينفذ هذا السيناريو؟ في البداية شكرا جزيلا على استضافة تحياتي لكم الكريم والجمهور المتابعين الأعزاء، ودعنا نرحب على شهداء غزة وفلسطين تانية. الحقيقة الخشية هذه ليست صهيونية فقط، إنما هي خشية أمريكية. الآن أمريكا هي اللي طاقة الأمر على الشعب العراقي. طيب دكتور حامد، عفوا فقط الصوت غير واضح، لو نحاول تصليح الصوت ثم نعود إلى حضرتك مرة أخرى. طيب نتوجه إلى أستاذ صالح حينما يعني يتم إصلاح الصوت مع الدكتور حامد. أستاذ صالح، اليوم وكالة غوث اللاجئين وصفت غارات الاحتلال على غزة بأنها كارثة إنسانية غير مسبوقة، إلى أي مدى ممكن استغلال مثل هذه التصريحات للمجتمع الدولي ضد القصف الوحشي للاحتلال في قطاع غزة، وخصوصا أنه كهرباء لا توجد، مياه لا توجد، غلق المعابر، لا يمكن إدخال المساعدات، بالتالي صورة قاتمة، صورة يعني مأساوية كارثية غير مسبوقة. أخي الكريم، ما جرى في غزة من قصف جوي مكثف على مدار 10 أيام وعلى مدار الساعة، بحيث أنه في كل ساعة
يستشهد 14 من أهلنا في غزة هو في الحقيقة تحت مظلة دولية وتحت تواطؤ عربي. هذه هي الحقيقة المؤلمة. ما تقوم به إسرائيل ما كانت تقوم به لولا أنها تحصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من وألمانيا وغيرها من الدول، وصمت الدول العربية وبالذات على وجه الخصوص مصر التي لم تنبس ببنت شفاء اتجاه هذا القصف، اللهم إلا ما قاله السيسي أن الأمر تجاوز حده. وبالتالي حقيقة نحن أمام كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل. نعم. إسرائيل كما تعلم هي التي تزود القطاع، قطاع غزة، بالماء وبالكهرباء وأيضا بالأدوات الصحية وبالغذاء. واجتياح إسرائيل للقطاع من الناحية العملياتية هو ساعات معدودة، لكن من الناحية العملية العسكرية اللوجستية سيدفع هذا أثمانا كثيرة جدا. وإسرائيل منذ معركة عام 2014 بالخسائر الفادحة التي تلقتها بالذات فيما يسمى وحدات النخب تتحسب من هذه المعركة، وعليه فإن الجو هو محل سيطرتها، وقتلها للمواطنين الأبرياء والأطفال والنساء. قاله هرتزوغ رئيس الدولة أول أمس بشكل واضح وصريح أن كل إنسان في غزة هو مستهدف لأنه يعتبر إرهابي. وبالتالي ما يحدث اليوم في غزة هو الذي حدث في الفالوجة، حدث في الموصل، حدث في دير الزور، حدث في حلب، وحدث في حمص، ويحدث الآن في إدلب. نحن أمام مشهد دولي منافق عندما نقارنه بين ما يحدث معنا كمسلمين وبالتحديد كمسلمين سنة وبين ما يحدث على سبيل المثال الحصر في أوكرانيا. العالم أخي الكريم هو مع القوي، والعالم العربي للأسف الشديد عالم مفتت ومشتت. ومن ثم فنحن حقيقة أمام مأساة إنسانية ليس لها مثيل منذ مطلع هذا القرن، على لسبب بسيط جدا أن كل الذين ذكرتهم سالفا كان لهم ظهير جغرافي ومدد بشري، إلا قطاع غزة فليس له لا ظهير بشري ولا مدد جغرافي. وبالتالي نحن حقيقة أمام مجموعة بشرية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني المعاصر في الدفاع عن نفسه بأساليب يمكن أن نقول هي معجزة في هذا العصر. وصبر أهلنا في غزة على هذه الحمم التي تنزل عليهم على مدار الساعة هو أيضا في حقيقته معجزة. من الصعوبة من مكان كمحللين سياسيين وكعلماء اجتماع أن نقوم بتحليلها وتفكيكها، إلا إذا ربطنا الأمر بأقدار الحق تبارك وتعالى وبعمق الإيمان عند هذا الإنسان الذي يعيش في تلك البقعة المحاصرة منذ عام 2060. نعم، خليك معنا أستاذ صالح. نعود إلى الدكتور حامد. دكتور حامد تسمعنا بصورة جيدة؟ نعم بشكل واضح أسمعكم. طيب، السؤال الذي طرحته عليك هي خشية قادة الاحتلال الإسرائيلي من تكرار سيناريو المقاومة. يعني كما ذكر الأستاذ صالح، يعني اليوم العراق بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والترسانة العسكرية الأمريكية كانت ضخمة جدا، وعديد القوات التي جاءت، ملايين الجنود، مئات الآلاف من الجنود، ولكن المقاومة العراقية على أسلحتها استطاعت أن تحقق 100 عملية في اليوم الواحد، حتى كاد بوش أن يعلن الهزيمة في 2006. كيف يمكن أن يرى المشهد نفسه في غزة؟ الحقيقة الآن العمل أمام الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية أصعب وأقسى مما كان في العراق قبل 20 أو أكثر من 20 عام. الوضع كان مختلف، الوضع الدولي، الوضع الإقليمي، حتى الوضع الداخلي في العراق كان للأسف الشديد مشتت. الآن الشعب الفلسطيني تواق للحرية، للاستقلال، لتكوين دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لذلك أنا أقول الآن كل موازين القوى تغيرت. الآن كل الاتجاهات الحقيقة نراها تصب لصالح. صحيح الشهداء والضحايا كثر الآن، التدمير كثير، يعني كبير جدا، يعني حجم التدمير الحقيقة لو تشوفه أنت فعلا يعبر عن اليأس اللي يتغلغل في نفوس الصهاينة والأمريكان. لذلك أمريكا جيشت جيوش الآن ليست فقط في العراق ذهبت 160 أو 140 ألف مقاتل، وإنما هناك بوارج وهناك حاملة طائرات، وهناك أيضا انضمام بريطانيا وفرنسا حلف الناتو إلى يعني الاقتتال، أنا أسميه اقتتال حقيقي الآن على شريط غزة. هذا القطاع الحقيقي، قطاع غزة الحقيقي أصبح الآن يعني بؤرة العالم. لذلك أنا أقول شيء مهم،
هذه الثورة سوف تغير ليس فقط الوضع في فلسطين. لا نتشائم، بالعكس أنا متفائل، رغم أنه الأعداد الكبيرة من الكواكب الشهداء اللي قدمها الشعب الفلسطيني وخصوصاً الآن الضحايا الأبرياء، لكن أقول هذه الحرب ليست حرب تحريك، هذه حرب تحرير حقيقية. علينا أن نتفائل بالمستقبل، أن نشد الأزر، أن نتكاتف، تتضافر جهود العرب والمسلمين مع كل قوى الخير في العالم. الآن الكل يتحرك، شوف حتى باكستان هددت الكيان الصهيوني، الموارد والفرقاطات التركية الآن وصلت إلى قرب حاملة الطائرات الأمريكية. هناك استنفار حقيقي، لذلك هذه عملية لا تمر، يعني أنا أقولها بصريح العبارة، ما سبق 7 أكتوبر الجاري ليس كما يأتي الآن، من أيام قادمة سوف تكون وبال على الصهاينة وعلى الأمريكان والغرب العنصري. لذلك أقول صمود أخواننا وأخواتنا وأطفالنا وكل المقاتلين في غزة وفي فلسطين المحتلة، يجب أن ننهض بمعنويات وبطاقات، ليس فقط في غزة، الضفة الغربية، 48، الحدود يجب أن تنفتح كلها. إحنا نضغط باتجاه فتح الحدود في لبنان وفي سوريا وفي الأردن وحتى مصر. الآن أنا أقول شيء مهم جدا، الأيام القادمة حبلى بالمتغيرات. علينا أن نضغط باتجاه أنه تجيش الجيوش العربية والإسلامية لتحرير فلسطين، هذه فرصة تاريخية لا تعوض. علينا أنه إحنا فعلا أن نتصدى لكل إحباط يعني يدق في نفوس البعض من أنه هذه لا جدوى منها، بالعكس. أنا أشوف، أنا من خلال تجربتي ومعايشتي مع القضية الفلسطينية، نحن أطفال شربنا وكبرنا على حب فلسطين، فلذلك أقول بصريح العبارة يجب تحرير مقدسات المسلمين في القدس الشريف، يجب أنه فعلا أن نطرد كل الغزاة الصهاينة والأمريكان والبريطانيين ومن لف لفهم. علينا أن تتضافر الجهود، أن نشد أزر بعضنا، أن نؤيد المقاتلين، مقاتلين معنوياتهم عالية جدا، أنا أسمع وأتابع بشكل جيد. لذلك أقول بصريح العبارة، الآن الجيوش التي تلبتها أميركا، شوف حتى اليوم بالذات 2000 مقاتل من ما سموها فرقة الدلتا، اللي هي فعلا من نخبة من المقاتلين، لذلك هم خائفون، الأمريكان خائفون أكثر من الصهاينة، لأنه فرصتهم الآن إذا يعني فعلا خسروا الحفاظ على وجودهم ككيان صهيوني في فلسطين المحتلة تصب عليهم وبالا في أمريكا. لأنه اللوبي الصهيوني سوف يتحرك ضد السياسيين الأمريكان. أنت شوف الآن حتى بلينكن وزير الخارجية يحضر اجتماعات مجلس الحرب في الصهيوني. شوفت أيضا أوستن وزير الدفاع، البنتاغون الآن مركز غرفة عمليات مشتركة بين الأمريكان والبريطانيين مع الصهاينة. الموضوع الآن الانكسار واضح، هذه هزيمة، 7 أكتوبر هزيمة لا تعوض لاستمرار بالقتال، بالصمود، بالتحدي من أجل تحرير فلسطين. هذه الفرصة التاريخية أمامنا، لذلك علينا، وأنا أقولها بصريح العبارة أيضا، الفلسطينيون متفائلون لأجل تحرير فلسطين، وهذه فرصتنا مثل ما قلت أنا التاريخية للعمل شد من أجل تحرير القدس الشريف. طيب من هذه النقطة دكتور أستاذ صالح، يعني ما يقوله الدكتور حامد أنه الولايات المتحدة في غرفة عمليات مشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي، بالمقابل دعم الدول العربية لم يكن بالمستوى، يعني الرئيس المصري يقول سنتدخل إذا خرقت إسرائيل قواعد الحرب وتجاوزت حد الدفاع عن النفس. اليوم قصف المستشفيات، سيارات الإسعاف، مخازن الأمم المتحدة، وكذلك غلق المعابر وعدم إيصال أي شيء يمكن أن يرفد الحياة في قطاع غزة. كيف يمكن أن تكون هناك مقارنة ما بين الدعم الذي تحصل عليه دولة الاحتلال وما بين محاصرة القطاع حتى من قبل الأشقاء؟ أخي الكريم، الأنظمة العربية سواء تلك التي سميت بالطوق العربي أو ما بعد الطوق العربي، هي أنظمة عميلة، وهي أنظمة مرتبطة سريا وحياتيا ووجوديا بالأمريكان وبالولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، ومن ثم بالاتحاد الأوروبي، وعليه فسياسات هذه الدول تتماشى وتتوافق وفقا للإيقاع الذي تفرضه أمريكا. ولقد رأينا كيف أن بلينكين
قام بجولة على عواصم الدول العربية وكأنه ولي أمرها وكأنه الحاكم بأمر الله في هذه الدول، جاء يوجهها ويأمرها. ومن ثم سمعنا هذه التصريحات المخزية والضعيفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع اتجاه الحالة في قطاع غزة. في المقابل وجدنا أن وزير الخارجية الأمريكي كما تفضل ضيفك الكريم يشارك في جلسات المجلس الأمني المصغر ويطلع كما قال اليوم ليلة هذه الليلة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن وزير الخارجية مطلع، وزير الخارجية الأمريكي مطلع على تفاصيل المخططات وما نقوم به في قطاع غزة. يعني بلغة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة واحدة بواحدة لحظة بلحظة. ومن ثم فنحن في حالة فارقة بين المواجهة المستمرة من طرف المؤسسة الإسرائيلية على قطاع غزة في عبر ما يسمونه بالاجتياح، وهذا الاجتياح له سيناريوهات كثيرة جدا، أعقدها احتلال شامل للقطاع والدخول في مستنقع قطاع غزة الذي سيكلف المجتمع الإسرائيلي والدولة العبرية ثمنا باهظا لا يمكن أن تتحمله، وبين أن تكتفي بما أعلن عنه اليوم المتحدث باسم حركة حماس أبو عبيدة الذي تحدث عن الأسرى وعن الرهائن كبنش طائر كفسحة يمنحها للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ومن يحيطها في نصف دقيقة. هل ممكن سيتمكن المجندين الصهاينة الإسرائيليين من الدخول إلى قطاع غزة؟ ولقطات تنتشر على مواقع التواصل أنهم يبكون اليوم، يعني بعض قادة الدفاع الجوي الإسرائيلي ينسحبون أصلا من العمليات، وكذلك الجنود والمجندات يبكون في حال توجههم إلى غزة. هل سيستطيعون الصمود أمام المقاومة؟ باختصار شديد إسرائيل ملزمة رغم أنفها أن تجتاح قطاع غزة بأوامر من ولي أمرها بايدن، لكن هذا الاجتياح هو النقاش الدائري الآن بين المؤسسة الأمريكية وقدوم بايدن ليس عبثا، وبين الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. كيف سيكون؟ وأنا باعتقادي سيكون هذا الاجتياح قائم ووارد، ولكن ليس كما يتصوره الجميع اجتياح شامل، قد يكون لبعض مئات الأمطار أو 3 أو 4 أو 5 كيلومترات ثم ينسحبون في إطار الإعلان عن النصر، ومن ثم المفاوضات حول مستقبل غزة والأسرى و... نعم صلي على الكلمة، تدجين حركة حماس. طيب دكتور حامد، اليوم البنتاغون يقول أنه خصص 2000 جندي لدعم أي توغل بري عسكري من إسرائيل على غزة، وبعد كل المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إيران تعلن أنها لن تتدخل ما لم تشن إسرائيل هجوم على المصالح أو المواطنين الأمريكان. إضافة إلى هذا، حتى الميليشيات الولائية في العراق تقول إذا لم تطلب فلسطين أو المقاومة الفلسطينية المساعدة سواء المادية أو غيرها لن نتدخل. كيف ننظر إلى ما يسمى محور المقاولة أو المقاومة؟ عزيزي، الذي يحرر فلسطين هو الشعب الفلسطيني بالتضامن مع كل الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر، هذا صحيح، لكن من تحمل عبء المأساة والكوارث منذ 75 عام هو الشعب الفلسطيني جيل بعد آخر. لذلك من فجر هذه الانتقالة بالثورة الفلسطينية يعني صبيحة يوم 7 أكتوبر هم الفلسطينيون. لذلك احنا نعول على هذا الصمود، نعول على هذا التحدي الذي يأتي من الآخرين. الحقيقة أنا لا أستبعد هناك متغيرات ساعة بعد ساعة، لذلك الموازين القوى الآن تتغير. لذلك أنا أقول الذي يعني يخبأ الآن كثير، ما يعلن قليل منه، يعلن من قبل مصر، يعلن من قبل لبنان، من سوريا، من روسيا، من الصين، من كل أنحاء العالم، هناك شيء من تركيا أيضا، من الدول الإسلامية. أنا أقول هناك شيء يخبأ بالعالم بمتغير، لكنه لا يمكن أن تهدأ الأمور إلا بمكسب حقيقي لنيل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمة القدس الشريف. نشكركم دكتور حامد. معادلة لا يمكن القبول بغيرها. نعم. نشكر ضيفينا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لكم، ومن أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح لطفي، شكرا جزيلا على حضوركما معنا.